شوف 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 الجبن الصوص يا رب. اهلا وسهلا، حياكم الله، كيف الحال؟ اسكم بخير، نسولف معكم ويا صباح الايام الجميله والاجواء الجميله. شوفوا السحاب شلون ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يجيب الخير والبركه. اليوم بتكون في تجربه مطعم، بس قبل اروح تجربه مطعم خلوني اروح كلاس، انا في الجامعه بداوم زي الطلبه مسجد بعدين اجيكم. خلصنا دوام، ولك ان تتخيل اللي ناسي الجوال طول هالفتره ناسيه في البيت، والوضع كان مره مدحدر، بس شوف ما شاء الله يا الله يجيب الخير. اتوقع ان فيه ان شاء الله امطار خير وبركه بتجي اليوم. ما لنا مواقف الجامعه، ناظر السحاب، استمتعوا بالمنظر، وخلاص انا بروح البيت واجيكم. بروح البيت اخذ جوالي واخذ اغراضي ثم اجيكم، نروح نشيك المنطقه، بروح لليوم. بسم الله، خلصنا دوام، ريحنا وكل شيء كويس الحين، وانا مستعد للحياه. يا الله الجو جو سعاده يا شيخ. طيب يلا اول شيء الله الله جيب لنا كافي نروق، بعدها نروح للمطعم اللي بنروح له. بسم الله. يا اخي الجو جميل لدرجه انك ودك تشوف اي احد تقول احبك يا اخي، والله انت صنعت يوم. زبد اني مره مصدع. ابي قهوه مره مره، فلازم نلحق القهوه، ناخذ القهوه الحين. خلونا نروح. السلام عليكم، كيف حالك حبيبي؟ اعطني واحد بلاك صغير. او هنا هنا ما شاء الله ما شاء الله، وش القهوه الزينه ما شاء الله، وش القهوه الخادره. الله الله يا هلا يا هلا. علمتكم، سويتها سويت كوب حقي خاص فيني. يلا تذكرون الحلقه اللي فاتت؟ يسوي مج كذا خاص فيني تشترونه. يا وش فرقنا على الجانب؟ يبيعون ملابس، يبيعون ما ادري وش، كل واحد صار عنده شيء. ايش بنسوي احنا الكوب هذا؟ الى الان انا قاعد افكر، ما ادري، في ناس قالوا بنشتريه وناس قالوا لا، فما ادري انتم ايش رايكم تحت التعليقات، عجبكم شكل الكوب ولا لا. حاليا انا عندي 4 اكواب بسوي عليها جيف اواي، بهديها لكم. تابعوني في الانستغرام تشوفون الكوب نفسه انا حاطه في فيديو، اكتبوا تحت في التعليقات وان شاء الله اني بسوي سحب. والسلام عليكم، خلونا الحين نروح المطعم. ان شاء الله وش خير وبركه، وصلنا المطعم اللي برا. زي ما انتم شايفين مطعمنا اليوم هو فطيره الفلافل، بنروح له. قد صورتها لكم قبل، لكن في تعليق يقول ان في عندهم دجاج، انا حرام عليك ما جربتهم ذا الكلام، فاليوم بنروح نجرب الدجاج. شوفوا شوفوا عشان نوضح الموضوع، يعني ترى التعليق يعني ما افرق بين الجنسين انا، بس ان هذا التعليق الموجود واللي احس انه يعني جذبني اني اروح مره ثانيه. ابوس راسك يا زمن معا فيني للجراح. السلام عليكم حبيبي، في عندكم وش احسن سندوس دجاج موجود؟ هذا فطيرة دجاج. فطيرة دجاج؟ ايوه. طيب حبيبي عطني واحد فطيرة دجاج ساندوتش. واحد موية. يا ساتر وين طلعت ال5 ريال؟ طلبنا ب 13 ريال فطيرة دجاج وواحد موية، خلونا نشوف شلون يسوونه. واحد مويه. طيب خلونا نشوف، انا عطشان بس شوي ودي اشرب مويه. بليت ريقي شوي، خلونا نرجع. انا رجعت نشوف ايش عندنا اليوم. اليوم جايبين لكم فطيرة الدجاج من فطيرة الفلافل، فخلونا نشيك على فطيرة الدجاج ونقول بسم الله. طيب زي ما انتم شايفين السعر جدا معقول على فطيرة الدجاج، 13 ريال اهوي 12 ريال وفيه ريالين زيادة، ريال قصدي زيادة على المي. زي ما انتم شايفين هنا فوكس، زي ما انتم شايفين في دجاج، في بطاطس، في سبيشل صوص حقهم، في جبن، في كل شيء تقدر او كل شيء تتمناه في ساندويتش او فطيرة.
خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقول قبل خلوا اوريكم اياه كذا حركاته، وانا صورتها من جوا وانا جوا، ف عودكم على طرق جديده يعني، ودنا نتطور شوي التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله الامطار امطار خير وبركه فطيره الحين. بسم الله، يا سلام يا سلام. الله، تسمعون صوت المطر وانا قاعد اكل فطيره جميله مليانه جبن وصوص، عندهم سبيشل صوص موجود، وعندك الدقاق وصوت المطر. يا اخي يغير نفسيه الواحد بشكل رهيب. هذا ناظر من هنا عشان تعرفون كثر الصوص والجبن. اوه بغيت اوقف. ستوب ذير بليز، ليت مي تشيك ان فوكس. هلو سير، فوكس، وير ار يو. شوفوا 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 الجبن والصوص يا رب. خير يا ساتر، وش الجمال، وش الاجواء الجميله، وش الاشياء السعيده، وش الاكواب الحلوه. الله، انا صراحه شيء مره جميل، مره خرافي فطيره الدجاج. شكرا استاذ، شيء واو واو واو. يعني فطيرة فلافل بس عندهم فطاير من انواع ثانيه، فهمت الفكره؟ عندهم بيتزا قبل شوي، ما ادري ايش يبون بيتزا. خلونا ناكل الثانيه. قول بسم الله، مخمخ عليها. تقدر تشوف الدجاج، عندك البطاطس، عندك الجبن، وعندك سبيشال صوص حقهم. شوف الجبن شلون يطلع يا قلبي قلبي. اجواء شاعريه، اجواء رومانسيه في بطني. ربح. شحكي وش اقول، شحكي وش اقول. الفطيرة نفسها وهي حارة والجو بادي يبرد الحين، شيء احساس خرافي في قطرات المطر عندك. يا الله، الفطيرة نفسها توها فريش ومخبوزة قدامكم، حارة جواها الدجاج متبل تتبيلة مرة خرافية، عندك البطاطس، وعندك سبيشل صوص حقهم، والجبن اللي يا قلبي عليه، يا قلبي الجبن. انا والجبن قصة حب عاد بيننا وبينهم، ما المتابعين القدامى يعرفون ايش القصة، علموهم تحت. على العموم، انا عرقت وتحمست كثير واتعبني الصراحة. ساندويتش. لازم اشرب شيء. لا خلاص خلاص خلاص، امزح امزح. الو، ان شاء الله اتمنى ان المقطع ينال على اعجابكم. اجواء جميلة، قهوة جميلة، اكواب جميلة، كل شيء جميل بالمقطع، وانتم جميلين، اجواء توسع صدر. لكن للاسف لازم انا اروح اذاكر بعد شوي لان عندي اختبار. الحمد لله على كل حال، لكن الواحد يروح يذاكر بعد ما سولف معكم وشرحت نفسيته تفرق كثير. فكان معكم نفس سويلم، لا تنسون تدخلون على الانستغرام، فيه صورة الكوب نفسها، في مقطع ويصب في قهوة الزبدة، اكتبوا تحت التعليقات، ان شاء الله بسوي سحب عليه. وفي 4 اكواب عندي، بس اذا كنت بسوي نسخة ثانية ما ادري هل ما انا بسوي نسخة او لا، انتم علموني ايش رايكم اسوي نسخة او كميات جديدة او لا. وبس يا كما كان سالم، شوفوا فيديو ثاني ان شاء الله بما الله. احبكم. ما شاء الله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. عاد شكر الله، انا بروح لوين؟ المذاكرة. هاي بما الله. لا شوف، انا قاعد اسوي مونتاج الحين، بس في معلومة لازم اقولها لكم يا جماعة الخير. بعد شوي صدق صدق بما الله نشبتكم نشبة. بالنسبة للمطعم تجدون اللوكيشن تحت في الوصف، موقعه هو على طريق الملك سلمان، ولم أذكر لكم أن اللوكيشن تحت في الوصف، وقاعد أضيع وقت الحين بس عشان وصل 10 دقائق، باقي شوي نوصل 10 دقائق عشان أجيب فلوس زيادة، يعني لو سمحتوا يعني. والله إذا واحد صار معكم صريح تزعلون، هذا بصراحة. السلام عليكم، السلام عليكم.